النائب السابق مشعان الجبوري كان قد أكد في لقاء تلفزيوني سابق أن الولايات المتحدة الأمريكية أخبرت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن الطائرات المسيرة التي قصفت المنشآت النفطية السعودية انطلقت من العراق وأنها حددت له نقطة انطلاقها. فلنشاهد. دولة كبرى أبلغت العراق إن بعض الطائرات التي استهدفت مواقع نفطية في المملكة العربية السعودية كان مصدرها العراق. وأعتقد السيد رئيس الوزراء بهذا البيان الذي يقوله الآن يريد أن يطمئن هذه الدولة الكبرى التي نقلت له هذه المعلومة أو قالت له هذه المعلومة إنه لن يسمح من الآن فصاعدا. هذه الدولة إقليمية مجاورة؟ أي دولة الكبرى اللي نقلت المعلومة؟ دولة كبرى لا إقليمية ولا مجاورة، يعني التي أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة أبلغت الرئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي إن لديها معلومات أو ما يثبت إن بعض الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع نفطية في السعودية انطلقت من العراق. وأقدر وما راح أقول طبعا وأقول لك هو قد قالوا له من أين انطلقت من العراق. عجيب، يعني حددوا له بصراحة. فأعتقد بين السيد رئيس الوزراء رد على هذا.